حاليا انا نازح ساكن مخيم ليلان 1 واعمل ويا دبليو اس سي 16. عملنا هو خدمه السناتر النظافه، يعني النظافه اللي عاده السناتر داخل الكامبات. هاليوم سويت فحص للتنكر اللي داخل المخيم داقوق وشفت نسبة البي اتش بي، نسبة الكلور، وكانت حسب الشروط والقياسات. احب بشغلي اللي يعني اول شيء اقدم خدمة لعائلتي وخدمة للمجتمع اللي انا ساكن به. وحقيقة يعني انه انا احب العمل الميداني داخل المخيمات. (تصفيق)